بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونسوار اتوس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنا رأينا في الدرس الماضي لا كونجوغيزون دو باسي كومبوزي، كنا شفنا الأفعال التي تصرف avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. وكنا شفنا مجموعة من الparticipe passé يعني مصدر الماضي للأفعال. واليوم إن شاء الله في هذا الدرس سنرى l'accord du participe passé يعني ربط الparticipe passé يعني مصدر الماضي مع الفاعل أو المفعول على حسب الأوكسيليار المستعمل، يعني على حسب الأوكسيليار أتر أو أفوار. إذا نبدأ إن شاء الله درس اليوم. l'accord du participe passé bien sûr avec être et avec avoir. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre, en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant. يعني وهذا كنا قد رأيناه كمثال في درس الماضي. هل الصوت منخفض بالنسبة للجميع؟ إذا أستمر. قلت شفنا مثال في الدرس الماضي وكنت قد تكلمت عن هذا. قلت أن الparticipe passé s'accorde avec le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe lorsque nous avons auxiliaire avoir. ونعود الآن لنذكر بهذه القاعدة في الأمثلة. Ces fleurs je les ai coupées. Ces fleurs, je les ai coupées. Donc, je les ai coupées. Al-jumla fil asl, j'ai coupé ces fleurs. J'ai coupé ces fleurs. Yani anna, le verbe couper est ando maf'oul mubashir alladhi huwa ces fleurs. Wa indama hadaft al-maf'oul mubashir wa awadtuh في الضمير لي الذي يعوض لفلور، وهو هنا يعوض اسم مؤنث جمع، فلهذا le participe passé s'accorde بإضافة ال E والS. إذا coupé كما ترون مكتوبة avec E S à la fin اللي هي في الأصل نهاية الparticipe passé بإضافة ES للمؤنث الجمع. Donc je les ai coupés. Même chose, cette lettre il l'a écrite. هذه الرسالة كتبها. Donc il l'a écrite. L'apostrophe هنا تعوض cette lettre. وهي جاءت قبل الفعل فإكريت كما رأيتم أضفنا لها أ المؤنث. Cette lettre إلا إكريت. إذن هذه هي القاعدة التي تطبق بالنسبة للأوكسيليار أفوار. بالنسبة للأوكسيليار أفوار لا يتم الربط مع لو سوجي، يعني ليس هناك ربط مع الفاعل، الربط يكون فقط مع المفعول المباشر الذي يكون عبارة عن ضمير ويكون موجود أو وضعناه قبل الفعل. Si le complément d'objet direct est placé après، إذا كان
موضوع يعني هذا المفعول المباشر جاء بعد بعد الفعل ou il n'existe pas, ou لم يكن موجود اصلا. Alors le participe passé conjugué avec avoir est invariable, يعني لا يتغير, لا يتم فيه اي ربط مع اي شيء اخر. مثلا عندما اقول j'ai coupé ses fleurs, لاحظوا ان coupé تكتب من غير من غير ربط. وكذلك il a écrit cette lettre, إذن écrit بدون ربط كذلك لأن المفعول جاء بعد الفعل. Nous avons été au spectacle, alors la même chose, donc spectacle, هنا ليس مفعول مباشر ولكنه مفعول مكان. فإذا ليس هناك مفعول مباشر كما قلنا, ليس هناك ربط مع الparticipe passé. نعم يا مريم, حاضر. إذا أعيد أقول, قلت مع l'auxiliaire avoir لا يكون هناك ربط أبدا مع الفاعل. Le participe passé لا يرتبط مع الفاعل. مع ماذا يرتبط لو participe passé؟ عندما يكون عندي l'auxiliaire avoir يرتبط مع المفعول المباشر في حالة واحدة فقط, هي عندما يكون المفعول موجود قبل, نعم le COD موجود قبل الفعل. ورأينا ذلك في الأمثلة je les ai coupés يعني les fleurs, أو il l'a écrite يعني cette lettre. إذن إلا إكريت, لاحظ أن إل أبوستروف هنا تعود لا لتر, ووضعت الأو مع إكري, أضفت الأو للمؤنث. وكذلك بالنسبة لفلور, لي تعود لفلور التي هي مؤنث جمع, فأضفت أو للمؤنث والأس للجمع. إذن كوبي تكتب هكذا avec أو أكسنت أيغو أو أس. استمر. إذا وعندما يكون المفعول موضوع بعد الفعل أو غير موجود, فقلنا le participe passé ne s'accorde pas, ne s'accorde pas du tout. Alors le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, الآن مع l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. هنا عندما يكون l'auxiliaire être يقوم ال participe passé بالربط, يعني يرتبط مع الفاعل, مع الفاعل يعني الضمير اللي عند je, tu, il, elle, etc. هذا هو الفاعل. ف الparticipe passé يرتبط بهذا الفاعل عندما يكون عندي l'auxiliaire être. Mes amis sont partis. Mes amis sont partis. Mes amis, هذا الفاعل وهو جمع مذكر, sont partis. Partis, أضفت لها S. لأن عندي جمع مذكر. عندما أقول mes amis, ولاحظوا هنا mes amis avec ES, يعني صديقاتي, sont partis, فأضفت ES. لأن عندي فاعل مؤنث جمع. Alors, ماذا يقول؟ في ناس كتير أول محاضرة, اللي عندهم أول محاضرة يعني أول مرة يدخلون يحضرون محاضرة اللغة الفرنسية, طبيعة الحال نحن بدأنا منذ 27, يعني هذه المحاضرة 27, يعني لازم أنهم يرجعوا للمحاضرات الأولى من البداية, يعني من الأحرف إلى أن يصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. وأستاذ أشرف قد وضع لكم الرابط للرجوع إلى المحاضرات السابقة. إذا أستمر. قلنا إن شاء الله وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. إذا قلنا مع l'auxiliaire être الربط يتم مع الفاعل
ونرى بقية الدرس. قلنا le participe passé sans auxiliaire à la valeur d'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom et le pronom auquel il se rapporte. بمعنى أن في بعض الأحيان نجد participe passé مستعمل في جملة بدون l'auxiliaire. وهنا يكون عنده قيمة النعت يعني الصفة. في هذه الحالة هو يصير عليه قاعدة الصفة، يعني الصفة ماذا يحدث لها؟ أنها يتم ربطها مع الاسم الذي تأتي معه. فإن كان مؤنث فهي تصبح ترتبط بإضافة الأ، إذا كان مؤنث يعني جمع أضيف الأس، إذا كان مذكر لا أضيف شيئا، إذا كان مؤنث أضيف الأ فقط إذا كان مفرد. هكذا إذا عندما يكون participe passé له قيمة الصفة فهو يرتبط تماما مثل الصفة بجميع قواعد الصفة. نعم في هذه الجمل des fleurs séchées مثلا séché هذا c'est un participe passé qui a la valeur d'un adjectif يعني له قيمة l'adjectif. Un article vendu, vendu هذا c'est un participe passé qui a une valeur d'adjectif. Ou des maisons ouvertes, ouvertes كذلك c'est un participe passé qui a la valeur d'adjectif. Et تلاحظون الربط مع des fleurs المؤنث الجمع وكذلك مع دي ميزون المؤنث الجمع كذلك اوفرت مع فوندو ليس هناك شيء لانه مفرد مذكر. اذا نستمر الان نصل الى شيء يعني مهم وهو لي فيرب برونومينو. احنا قلنا ان لي فيرب برونومينو كلهم يتصرفون في الباسي كومبوزي او لي تون كومبوزي بلوكسيدير اتر. و اذا اوتوماتيكمون يعني نحن سنظن مباشره ان ما دام عندنا لو باسي افيك ان اوكسيدير اتر اذا سيكون هناك ربط. لا هذا خطا لان لي فيغ برونومينو تختلف على حسب الضمير. لي فيغ برونومينو سو كونجوغ افيك لوكسيير اتر هذا لا محالة. مي سيغتان برونومينو دي ريفليشي لو سوجي في لاكسيون سور لوي ميم اي ريسيبروك بليزيور سوجي فون لاكسيون ليزان سور لي زوتر سون بارفوا ترانسيسيف ديريكت et assimilé avec les verbes se conjuguant avec l'auxiliaire avoir et il s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci précède. الآن سأشرح هذا الكلام. عندما أقول se laver, se laver, il se lave. نرجع إلى الفعل الذي هو غير غير pronominal يعني غير ضميري. أقول هو يغسل ماذا؟ يغسل نفسه. il se lave يعني يغسل نفسه. se هنا تعود على الشخص نفسه لهذا نقول عليه des pronominals c'est un verbe pronominal réfléchi. réfléchi يعني ينعكس على الشخص نفسه يعني الفعل ينعكس على الشخص نفسه. وهناك أفعال اللي هي برونومينال ولكن ريسيبروك. ريسيبروك بمعنى متبادل يعني سوجي بليزيور سوجي يعني يكون هناك فاعلين والفعل يكون متبادل ما بين الشخصين. مثلا عندما أقول ils se sont réconciliés. ils se sont réconciliés. ils se sont réconciliés ça veut dire أنهم تصالحا.
تصالح، بمعنى ماذا؟ أن أحمد تصالح مع محمد ومحمد تصالح مع أحمد، إذا التصالح هنا يكون متبادل، إذا سو ريكونسيلي بمعنى أن الواحد صالح الآخر. إذا هنا سو تعود على عليهم هما الاثنين، ويكون الواحد هو مفعول الآخر. الواحد هو مفعول الآخر. أقول مثلا أحمد صالح محمد، إذا محمد هو مفعول أحمد، وتكون قد كذلك عندما أقول محمد صالح أحمد، إذا أحمد هو مفعول محمد، إذا هنا المفعول متبادل. وسو في هذه الحالة تساوي أن كومبليمون دوبجي ديريكت، أنها تساوي يعني مفعول مباشر. فأرجع إلى الفعل بدون سو فأقول مثلا أحمد ريكونسيلي محمد، إذا هنا أحمد ريكونسيلي محمد ومحمد ريكونسيلي أحمد، إذا أحمد يصبح مفعول لمحمد و لريكونسيلي، وكذلك محمد في نفس الوقت. إذا مما يجعل أن سو في هذه الحالة تساوي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، اذا يتم الربط ما بين السو وبين الفعل، pardon، وبين لو بارتيسيب باسي. جيهان تقول لم تفهم، نعم ساعيد. قلنا بور لي فيرب، بور لي فيرب برونومينو، pour les verbes pronominaux يعني الافعال التي عندها الضمير سو، comme le verbe se laver, se réconcilier, se blesser, se etc, se promener etc، افعال كثيره بسو. هذه الافعال عندها حالتين، اما حاله الانعكاس على الشخص، عندما اقول je me suis blessé، je me suis blessé، انا بلسي هي جرح، انا جرحت من؟ جرحت انا، je me suis blessé يعني انا جرحت نفسي، اذا هنا يعود الضمير سو علي انا، اذا هنا اقول le pronom est réfléchi، réfléchi يعني ينعكس على الشخص نفسه. اذا اقول مثلا elle s'est blessée، اطرح سؤال elle a blessé qui، elle s'est blessée، elle a blessé qui، هي جرحت من؟ اذا هي جرحت نفسها. نعم مومن، او لا je me suis blessé، j'ai blessé qui، جرحت نفسي، او elle s'est blessée، elle a blessé qui، elle-même. إذن أعيد، إذن هنا le verbe est traité comme s'il était conjugué avec avoir، هنا نعامل الفعل وكأنه صرفناه بالauxiliaire avoir، donc la question se pose avec l'auxiliaire avoir، إذن السؤال أطرحه بالauxiliaire avoir، elle s'est blessée، elle a blessé qui، elle a blessé elle-même. Donc elle a blessé qui؟ ce هنا يرجع على الشخص نفسه. اذا ce تساوي un complément d'objet direct placé avant le verbe، وفي هذه الحاله يصبح يسري عليه نفس القاعده التي قلناها قبل قليل، أن لو كومبليمون دوبجي ديريكت عندما يكون قبل الفعل يتم الربط مع هذا الكومبليمون دوبجي. فعندما أقول إل سي بليسي وأضع أو لي بليسي، فهنا لأن سو تساوي أن كومبليمون دوبجي ديريكت. كذلك Ils se sont réconciliés. مثلا بالنسبة لريكونسيليي في البلوريال. Ils se sont réconciliés.
هنا سأضيف كذلك اس إذا كان عندي الparticipe passé. لماذا؟ لأن أطرح سؤال il réconcilie qui réconcilie son ami par exemple. Et il a réconcilié qui son ami. Et bien sûr, on a su تعود على الصديق وهنا تصبح عندي un complément d'objet direct placé avant le verbe. هنا لاحظوا في بعض الأحيان يكون عندي هذه التركيبة. عندي مثلا un élément autre que le pronom qui est réfléchi. C'est-à-dire, مثلا عندما أقول elle s'est blessée la main. Elle s'est blessée la main. لاحظوا هنا elle s'est blessée لم أضيف E. لماذا؟ لأن هنا سو لا تساوي un complément d'objet direct. ولكن le complément d'objet direct هو la main. ولا ما جاءت بعد الفعل. إذن لا يمكن أن يكون عندي ربط مع الكمبليمون دوبجي ديريكت. الآن هناك أفعال يكون السو لا يساوي الكمبليمون دوبجي ديريكت ولكن يساوي كمبليمون دوبجي انديريكت. في هذه الحالة نعم COE في هذه الحالة لا يتم الربط. Par exemple, ils se sont succédé. Il a, par exemple, ils ont succédé à qui? لأن le verbe succéder يطلب مفعول غير مباشر. أقول succéder à quelqu'un. Succéder à quelqu'un وليس succéder quelqu'un hein? Succéder à quelqu'un. كذلك le verbe écrire مثلا ils se sont écrits. Ils se sont écrits. Écrire à quelqu'un. Et dans ce on a tout ça oui complément d'objet indirect. Ou écrit là actuera bs لماذا لأن ce لأن participe c لا يرتبط مع المفعول الغير المباشر. سكسدي يعني تتابع. تتابع. Ils se sont succédé يعني هم تتابعوا. تتابعوا يعني الواحد يتبع الآخر. الواحد يتبع الآخر. والتركيب طبيعة الحال ليس هو نفس التركيب لأن في العربية ليس هو تركيب في الفرنسية. إذا قلنا succédé أقول دائما il a succédé à quelqu'un. Il a succédé pardon. Il a succédé à quelqu'un. إذا أقول ils se sont succédé وتكتب بدون s. لاحظوا هنا بدون s. لماذا؟ لأن se تساوي un complément d'objet indirect. إذا هذا بالنسبة لـ verbe pronominal. عندما يكون le verbe pronominal se يمكن أن أحللها يعني أحلل se وأرى فيها complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. في هذه الحالة complément d'objet direct عندي l'accord. عندما يكون complément d'objet indirect لا يكون l'accord. وفي الأفعال الأخرى التي هي pronominal يعني بالطبيعة يعني ما ليست مركبة فهذا الحال يتم لاكور مباشرة لأن عندي لوكسيليار أتر. هذا هو إذن الدرس بالنسبة للبارتيسيب باسي إي لاكور دو بارتيسيب باسي. هل هناك أسئلة قبل أن نمر إلى التمارين؟ نعم يا صالح. نعم استمع إلى اقتراحك يا صالح. إعطاء تمارين واجب يعني تقوم بهذه التمارين لوحدكم في نعم في الدرس السابق. في الدرس السابق أعطيت أربع صفحات للتمارين يعني كانت صفحة عملناها أونسومبل يعني مع بعض
وكانت هناك 3 صفحات قلت لكم قوموا بحل هذه التمارين لوحدكم. فهل حللتم هذه التمارين لوحدكم؟ نعم يمكن أن تفعلوا ذلك، فأنا أعطيت قلت لكم تمارين وممكن أن ترسلوها لي على صفحتي، وأنا بطبيعة الحال سأقوم بتصحيحها وأرجعها لكم. من عمل الواجب؟ نعم يا عفافي. من عمل الواجب؟ أظن لا أحد. عليكم السلام يا منى. وي مريم عملت انسول باج. نعم لم تنزل على اليوتيوب بعد محاضرة 26، ولكن كنت قد في نفس الصفحة التي كان فيها تمارين كان هناك الصفحات الأخرى تحت، يعني رقم 1 كان هناك رقم 1 2 3 4، وطلبت منكم أن تدخلوا الصفحات الأخرى. و هي الروابط لابد أن تسجلوها عندكم، روابط التمارين سجلوها عندكم لكي تعودوا لهذه التمارين في كل مرة وتتمرنوا عليها باستمرار. بالنسبة لمن دخل أول مرة لحضور المحاضرة، أقول لكم نحن وصلنا إلى المحاضرة 27، ولكي تتابعوا من الأول يجب الرجوع إلى الدروس الأولى، وقد قام الأستاذ أشرف والأستاذة عفافي أستاذة بإعطاء نعم رابط المحاضرات السابقة، ويمكن أن تدخلوا على هذه المحاضرات وتتابعوا إلى أن تصلوا إلى هذه المحاضرة. طيب الآن نفتح الرابط الأول ونقوم بالتمارين الموجودة في الصفحة، وبعدها نشوف التمارين الأخرى. هناك كما ترون هناك 4 روابط للتمارين. نفتح الرابط الأول والصفحة الأولى ونقوم بالتمارين معا. سنقوم وأنتم من أهل الجزاء يا أحمد، ونقوم بتمارين. إذا ربما نرى صفحتين، وبالنسبة للصفحات الأخرى 3 أو الصفحة، ربما نرى الصفحة الأولى والرابعة والصفحتين الأخريتين تروهم أنتم كواجب في لوحدكم، تقومون بحل التمارين لوحدكم. فتحتم الصفحة. طيب إذا نفتح الصفحة ونبدأ التمرين الأول. Écrivez les verbes au passé composé. Utilisez l'auxiliaire être. Le verbe aller. Il à la mer. Ils sont allés à la mer. Oui, c'est bien. Donc, Mariam كتبت aller avec S. نعم، لأنه يتم الربط ما بين الparticipe passé مع الفاعل الذي هو مذكر جمع. وطبيعة الحال لأن عنا الأوكسيدياخ أتخ لا يا محمود علي، يجب أن تضيف لها أس لأن عندنا الأوكسيدياخ. Votre accent semble que vous êtes de l'ouest, prof. Quel ouest? أي شرق أو لست؟ الوست من الغرب. أي غرب؟ وأنا من المغرب يا أميرة. Oui, أنا من المغرب. Du Maroc. Je suis du Maroc. Je suis marocaine. إذن قلنا ils sont allés صالح صالح allés avec S، لأن قلنا avec l'auxiliaire avec l'auxiliaire être le participe passé s'accorde avec le sujet. Alors on continue. Deuxième phrase. Partir. Et elle, donc elle est partie, d'accord, elle est partie avec eux, c'est bien. Alors je viens, jihen parti, adif laha eux, et anna, elle, mouannet, ou andek l'auxiliaire être, idan ma l'auxiliaire être, daiman hunak, rabt, le participe passé ma le sujet. أهلا وسهلا بك يا أميرة. نحن جيران مغرب والجزائر، كلنا من
أمة واحدة، الأمة الإسلامية. Bien. Alors, ne pas rentrer. Alors, Anne et Sophie. Anne et Sophie, مؤنث جمع. Ne pas rentrer. Alors, c'est bien, Mariam. Anne et Sophie ne sont pas rentrées. Rentrer, Mariam. Rentrer. Vous voulez ça rentrer? Rentrer. Ne sont pas rentrés. Alambic, il y a Samir. Donc, je suis du Maroc. Alambic. Elles ne sont pas rentrées. C'est bien. C'est bien. Et then, adafna ES. Hein? ES. لأن عندي مؤنث الأكسنت أيغو يا مريم تكون على الأو الأولى وليس الثانية غونتخي أكسنت أيغو على الأو الأولى وليس الثانية الأو الثانية أضيفها للمؤنث والأو الأولى هي التي تنتمي إلى لو بارتيسيب باسي في الأصل. Voilà, donc la phrase suivante, tomber, la neige toute la nuit, le verbe tomber, la neige est tombée, naam, toute la nuit est tombée, avec E accent aigu, E, oui, l'anna, mo'annas, est tombée, bien, Mahmoud, tu as oublié le B, hein, tu as oublié B, Mahmoud. Mahmoud, et tu écris tombé, hein, c'est tombé et non pas tombé. Faut faire attention. La neige est tombée. C'est bien, Nordine. Il faut mettre les accents. Saleh tombé. Saleh, c'est OM et non pas AOM. Il faut faire attention aussi aux accents. Accent aigu sur le premier E. Accent aigu sur le premier E. Je continue. Donc, le verbe arriver à cause de la grève, nous, en retard. Le verbe arriver, nous. Alors, nous sommes arrivés. Alors, na arrivé, yumkin an tuktab ala shaklein. Jihan katabatha bi ES, wa Mariam katabatha bi S faqat. Les deux sont justes, les deux sont justes, parce que si nous, on a tu abba an mu'annat jama, fait y'a tu ktab bi E accent aigu ES, wa in kan yani mudakkar jama, nous, fa y'a koun ES, E accent aigu S. Alors, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à يا محمود وليس وليس vous êtes arrivé. Nous sommes arrivés non pas vous êtes arrivé. أليس كذلك؟ أنا أظن أننا nous sommes arrivés. Voilà. Non يا عبد الوهاب nous sommes arrivés. يا عبد الوهاب أظن أنك قلت أول مرة حضرت الدرس ف بعيد جدا عن الجواب الصحيح arrivé هنا لا تكتب هكذا أبدا نحن في le passé composé وشفنا في الدرس السابق le passé composé كيف يصرف فلا أقول nous sommes arrivants نقول nous sommes arrivés كما كتبوها يعني الحاضرين آخرين Oui, mais Samir, c'est la première fois, ولكن أظن أنك تعرف القواعد. عبد الوهاب حاول أن ترجع إلى الدروس التي مضت لكي تطبق القواعد. السمر. Rester. Alors le verbe, c'est le verbe rester. Madame Bonheur, combien de temps est-ce que vous à Londres. Vous êtes resté. Oui, mais ici on parle à Madame Bonheur seulement. On parle à Madame Bonheur seulement. Et vous ici, elle désigne
مدام بونير ولا لا تدل على كثير من الناس، هي تدل على شخص واحد. نوافو لأنها تستعمل للاحترام. إذا vous êtes resté ستكتب ب E accent E فقط، لا أضيف S لأن ليس عندي جمع، عندي فرط. قلت فو لماذا؟ لأن عندي طبيعة الحال la formule de politesse. هذه la formule de politesse. Vous êtes resté. نعم نوردين صحيح. C'est bien. جيهان كذلك كتبتها صحيحة. D'accord. إذن نشوف الآن الجملة الأخرى. Ne pas venir. Ne pas venir. Alors, vous. Lui dire bonjour, ne pas venir. Et vous, alors on a vous et le verbe ne pas venir. Ah, Jihan, vous et le verbe être avec vous. Les exemples à la rabit alladhi wada'tuhu qabla qalil ya Samir. يمكن أن تدخل للصفحة بالضغط على الرابط. Non, ya Mariam, vous n'êtes pas. Alors, le verbe venir, le participe passé du verbe venir. Raina fil fil dars el madi. Venu, voilà, c'est ça. Et dan venu, vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu, imma. تكتب بدون اس اذا كانت vous اقصد بها شخص واحد. Vous n'êtes pas venu lui dire bonjour ou je sais pas la phrase je vais voir. Vous n'êtes pas voilà, vous n'êtes pas venir lui dire bonjour, ça peut être une personne وهنا لا اضع اس واذا كانت مجموعه اشخاص فهنا اضع اس. Vous n'êtes pas venu ممكن ان تكتب بدون اس إذا كان الشخص واحد وبأس إذا كان هناك الشخص أكثر من واحد. الجملة le verbe naître je le 15 juillet 2000. Alors je suis né. C'est bien Mariam. جيد أنك كسبتي الأو الثانية بين قوسين، ولكن الأو الثانية لابد أن تكون أو فقط وليس أي، لا تكون بأكسون. Je suis né voilà صححتيها سي بيان. Je suis né ممكن إذا جيهان دونك ستضع أو زائد، لكن نور الدين وعبد الغني لا، عبد الغني Je suis né تكتبها بأو فقط لأنك رجل، أما الفتيات فيكتبها بأو أخرى. Voilà je suis né بأو واحدة أو أكسون. C'est bien ordine. Je suis né avec E accent. لكن الفتاة تكتب je suis né avec E accent E. يعني deux E à la fin. Bien. Alors نرى الآن الجملة الأخرى. Mourir. Ma grand-mère l'année dernière est morte. C'est bien. C'est bien Mariam. Ma grand-mère est morte. L'année dernière, donc, لأنها مؤنث إذن أضع الـ E. C'est bien. Est morte. C'est bien. C'est ça. Ma grand-mère est morte l'année dernière. Devenir. Alors, Catherine, tu es le verbe devenir. Insupportable. Alors tu es devenu là ya Zita devenu la تكتب R هداكم الله أصلح بالكم. Tu es devenu هناك il s'agit de Catherine. Catherine اسم مؤنث اسم مؤنث يا صالح. Catherine هداكم الله أصلح بالكم. Voilà tu es devenu avec E. Catherine, tu es devenue insupportable. Et Catherine, هذا مؤنث.
وليس اسم مذكر. Then Catherine, tu es devenue insupportable avec E à la fin de devenue. Bien. التمرين الثاني Écrivez les verbes au passé composé. Utilisez être ou avoir. Alors, أنتم هنا سترون أي l'auxiliaire سنستعمل être ou avoir. وهنا طبيعة الحال أعتذر. نعم هداكم الله وأصلح بالكم. إذن قلنا أنتم ستستعملون إما أت وإلا أفواغ حسب الفعل. Le verbe passé elle ses vacances en Espagne. Elle a passé. ولماذا وضعت E accent E يا نورتي؟ لماذا؟ Elle a passé. لماذا يا جيهان E accent E؟ ماذا قلنا على l'auxiliaire avoir؟ Voilà, elle a passé avec E accent. Elle a passé. مع l'auxiliaire avoir, ليس هناك ربط مع الفاعل. Non, là أقول est passé. C'est faux. Elle a passé ses vacances. هي لأن الفعل عنده مفعول مباشر. وعندما يكون عندي مفعول مباشر لا أستعمل l'auxiliaire être بل أستعمل l'auxiliaire avoir. Elle a passé ses vacances. Elle a passé ماذا؟ Elle a passé ses vacances. إذن الفعل عنده complément d'objet direct. Ses vacances ou complément d'objet direct. Donc elle a passé ses vacances en Espagne. Passé تكتب بدون E أخرى تكتب E واحدة accent aigu. Le verbe passé. Elle parla. Alors là, نعم. هنا أقول elle est passée par là. Là, attention. في الجملة الثانية elle est passée par là. لأن من الذي مر؟ هي التي مرت وليست مرت يعني قضت بالجملة الأولى elle a passé ses vacances بمعناها قضت عطلتها في إسبانيا ولكن elle est passée par là يعني هي مرت من هنا إذن elle est passée لأن هي التي مرت واستعمل l'auxiliaire être وبسي تكتب ب E accent E يعني يا مريم لابد من تحيح elle est passée avec E accent E. الجملة الأولى elle a passé ses vacances والجملة الثانية elle est passée par là. إذن مفهوم elle est passée E accent E. نعم sortir est-ce que tu le vélo de la cave. نعم est-ce que tu as sorti le vélo. الفعل هنا عنده مفعول مباشر. Est-ce que tu as sorti le vélo. هل أخرجت الدراجة. إذن هنا عندي مفعول مباشر. إذن أستعمل le complément أستعمل pardon l'auxiliaire avoir. Est-ce que tu as sorti le vélo. Et voilà يتم الربط مع الفاعل. الجملة الثانية sortir il par la porte de secours. Ils sont sortis, c'est ça. Ils sont sortis avec S à la fin. نعم هم الذين خرجوا الآن. يعني هنا في هذه الجملة هم الذين خرجوا ولم يخرجوا شيء. هم خرجوا. Donc ils sont sortis par la porte de secours. يعني هم خرجوا من باب النجدة. Ils sont sortis. Sorti عبد الغني وليس سوري. Sorti. Ils sont sortis. نعم. الجملة الأخرى. Le verbe monter. Mes amis à pied en haut de la tour Eiffel. Mes amis. Alors. Sont montés. Oui. Mes amis sont montés. لأنهم هم الذين صعدوا.
Mes amis sont montés, c'est bien. ولكن أمي أمي بإس وليس عندها أ إذن يبقى أمي مذكر يا مريم لا أضع أ بين قوسين لأن هنا مذكر سون مونتي les amis sont montés c'est bien صالح سون avec un seul N والجملة التي وراها le verbe monter toujours nous Les valises dans la chambre. Nous avons monté. C'est bien, Nourdin. Alors, mes amis, on a أقول صديقاتي, mes amis, أضيف لها E فقط. إذا كانت mes amis avec ES, فهنا يتعلق الأمر بصديقاتي. وإن كانت أمي بS فقط, يعني أصدقائي. Nous avons monté. Nous avons monté. لا يا جيهان مونتي بدون اس بدون اس لان هنا نحن صعدنا المدى الفاليز الفاليز دون لا شامبر نحن يعني طلعنا الفاليز يعني الحقائب الى الغرفة nous avons monté nous avons Salih, nous avons monté avant A-V-O-N-S. Nous avons monté. Nous avons monté. Le verbe rentrer. Il, la voiture au garage. عندما يكون عندك l'auxiliaire, pardon. عندما يكون عندك le complément d'objet direct, مباشرة, c'est l'auxiliaire avoir. دهنا Il a rentré, voilà, il a rentré la voiture au garage. Il a rentré la voiture au garage. Adkhala as-sayyara, لأن عندي هنا as-sayyara complément d'objet direct. Ja'at ba'da al-fi'l. Il a rentré la voiture au garage. Jumla al-ba'daha rentré. Nous, juste avant l'orage, nous. Nous sommes rentrés, oui, juste avant l'orage. Nous sommes rentrés juste avant l'orage. نحن دخلنا هنا. نحن من دخل وليس ولم ندخل شيء. مثلا في الجملة اللي قبلها هو أدخل السيارة وهنا في هذه الجملة نحن دخلنا. Nous sommes rentrés. ورنتري هنا إذا كانت نو تدل على مؤنث فإني أضع E, deux E. S ولكن إذا كان جمع مذكر أو في ذكور وإناث فأنا أضع E أكسون واحدة و S donc nous sommes rentrés تكتب بطريقتين إما أضيف E أخرى أو لا على حسب المتكلم le verbe descendre tous les passagers sont descendus, c'est bien. Tous les passagers sont descendus, c'est très bien. Dan biwada S, naam. Tous les passagers sont descendus. Wa al-jumla al-akhira, le verbe descendre, vous, toutes les bouteilles à la cave. Vous, toutes les bouteilles à la cave. Alors, vous avez descendu. Walimada S, ya Mariam. Imada S. On a la yumkin an assamil S. Léanna Andi, l'auxiliaire avoir. Vous avez descendu les bouteilles. Vous avez descendu les bouteilles. Voilà. Dan hada huwa. بالنسبة لهذه الصفحة سنرى معا الصفحة الرابعة لأن فيها الأوكسيدياغ لفير برونومينو فير برونومينو هذه الصفحة الأخيرة حاولوا أن تفتحوها نحاول أن أفتحها من هنا الصفحة الرابعة
إذا بالنسبة للرابط الثاني والثالث فهذه سمارين أسرقها لكم تحلوها يعني، وأن يعني كواجب تقومون به، وسنحل معا الصفحة الرابعة. لأن أتمنى أن تفتحوا هذه الصفحة. الكل فتح الصفحة؟ نعم. طيب نبدأ بحل التمارين. لأن هنا يتعلق الأمر ب les verbes pronominaux. Écrivez les verbes pronominaux passé composé et accordez le participe passé si nécessaire. يعني عندما يتطلب الأمر أن تربط ما بين الفعل يعني participe passé و attention إما فاعل وإما المفعول المباشر الذي هو سو. هنا حسب الفعل وحسب معنى الفعل وطبيعة الحال سنرى ذلك. إذا الجملة الأولى elle le verbe se laver elle s'est lavée elle s'est lavée. نعم هنا أضع الأ. نعم يتم الربط لأن سو هنا ترجع على الشخص نفسه، ترجع على الشخص نفسه لأن وهنا الشخص مؤنث. إذا elle s'est lavée أضع الأ أخرى. elle s'est lavée les mains elle s'est lavée les mains. وهذا مثال قد رأيناه قبل قليل elle s'est lavée les mains. الجملة فيها un complément d'objet direct جاء بعد الفعل elle s'est lavée les mains. كيف سأكتبها؟ non يا صالح لا أكتب الجملة هكذا. ماشي se lave non il sait il faut mettre le verbe non 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 جيهان صحيح ولكن ليس se laver غلط. elle sait laver يجب أن تكتبها ب l'auxiliaire être. هنا ليس هناك auxiliaire être يا جيهان ولا يا صالح. Elle s'est lavée, Nourdine a bien écrit la phrase. Ou Jihan كذلك. ولكن Jihan نسيت l'auxiliaire être. Mariam لا. الجملة خطأ لأن عندك في الجملة un complément d'objet direct. Elle s'est lavée les mains. واللي ما هو complément d'objet direct. إذن سو ليست complément d'objet direct. لا يتم الربط. elle s'est lavé les mains. لا أقوم بالربط. عندما يكون un verbe pronominal ويكون متبوع ب complément d'objet direct لا يكون الربط مع le participe passé و la lettre qu'il le verbe écrire est très long. وهنا خلوا بالكم جدا من هذه الجملة. La lettre qu'il, oui, qu'il se sent écrite. La, pardon, la lettre qu'il se sent écrite est très longue. Alors, ça أشرح هذه الجملة. عندي la lettre. Donc, huma mada katabu? Ils se sont écrits une lettre. Hein? Ils se sont écrits une lettre. La lettre qu'ils se sont écrites. Huna tamrabt le participe passé ma'a la lettre. Wahi complément d'objet direct placé avant le verbe. Wa'awadna bi que. عوضناه بكو le pronom relatif الذي هو complément d'objet direct placé avant le verbe. إذن تم الربط مع complément d'objet placé avant le verbe. إذا كتبنا هذه الجملة وقلنا ils se sont écrits ils se sont écrits
في هذه الحالة أكتب ils se sont écrits هكذا بدون s بدون s لأن هنا le verbe écrire on dit écrire à quelqu'un يعني أن le verbe écrire يتطلب le complément d'objet direct pardon indirect يعني ils se sont écrits يعني Paul et Pierre se sont écrits يعني بمعنى أن Paul a écrit à Pierre et Pierre a écrit à Paul إذن هنا écrit là نضع فيها الربط لأن ce هنا تعني أو تدل على un complément d'objet indirect وليس un complément d'objet direct donc ils se sont écrits تنتبهوا لهذه الأفعال التي تكون تتطلب المفعول الغير المباشر ففي هذه الحالة ce تكون هذا المفعول الجملة التي بعدها يعني الجملة الخامسة nous le verbe s'amuser pendant nos vacances alors nous nous sommes amusés nous nous sommes amusés كيف ستكتبون amusés oui avec s c'est bien ordine nous nous sommes amusés avec s c'est bien là يا مريم يجب voilà إضافة الاس نعم nous nous sommes amusés ولكن انتبهوا سبيع عبد الغني كتب nous nous sommes amusés لأن نعم يا عبد الغني قلت أن جملتك هي الصحيحة لأنك كتبت nous nous sommes amusés وليس nous sommes amusés لأن مع le verbe pronominal في ضمير نو يتم تكرار نو مع je أقول je me suis amusé tu t'es amusé il s'est amusé nous nous sommes amusés vous vous êtes amusés et ils se sont amusés لاحظوا أن الضمائر كيف يتم تصريفها في مع le verbe pronominal nous nous sommes amusés c'est bien ordi الجملة السادسة elle le verbe se baigner les cheveux qu'elle le verbe se laver elle s'est baigné les cheveux عندك يا جيهان elle s'est baigné les cheveux وعندك le verbe est suivi d'un complément d'objet direct احنا قلنا مثل elle s'est lavé les mains elle s'est baigné بدون e accent بدون e اخرى يعني ب e واحدة elle s'est baigné les cheveux qu'elle s'est lavé وهنا كيف ستكتبون lavé وعندكم que الذي هو complément d'objet direct placé avant le verbe qu'elle s'est lavé elle s'est baigné نعم يا عبد الغني بدون e اخرى بدون s s'est baigné ولا e لا lavé لا lavé غير صحيحة qu'elle s'est lavé elle s'est lavé quoi elle s'est lavé quoi elle s'est lavé quoi طرحوا على نفسكم هذا السؤال les cheveux les cheveux ماذا هي c'est un nom masculin pluriel نعم c'est un pluriel masculin donc elle s'est lavé les cheveux qu'elle s'est lavé أقول masculin pluriel voilà c'est bien Mariam أخيرا elle s'est lavé ولكن تكتبين se lavé là s'est lavé s-e-s-t non ماشي se s'est lavé يا عبني elle s'est lavé voilà جيهان ولكن elle مؤنث وليس مذكر ليس il elle qu'elle s'est lavé voilà
رجع سي عبد الغني للخطأ. والله غتحمقوني هذا المساء. كيل سي لافي فوالا جيهان هكذا عبد الغني. لا كيل سي لافي نوردين سي بيان، لان لافي هنا ترتبط مع كو، وكو تدل على لي شوفو، ولي شوفو مذكر جمع. اذا لا اضيف او اخرى، اضع او واحده واضيف اس لان عندي الجمع. الجمله التي بعدها مدام فو فو لو فيرب ساشتي اون فيست توت بوتي، يعني فو فو زيت اشتي اون فيست. مدام فو فو زيت اشتي اون فيست توت بوتي. لماذا او يا مريم؟ افيك لو فيرب اشتي la dame a acheté à qui, non? La dame a acheté la veste à qui? À elle-même. Elle a acheté la veste à elle-même. Et dans mon ac, à elle-même. Yani, anna andek mef'oul ghayr moubachir. C'est bien Nourdine. Vous vous êtes acheté bidoun rabt. ليس هناك ربط. لا، السوء عندما تعود على الشخص نفسه. نقوم بتحليل السوء. هناك افعال التي هي في الاصل برونومينال. عندما يكون الفعل في الاصل برونومينال لا اقوم بتحليل السوء. ولكن عندما يكون هناك فعل لا يكون par exemple هذا الفعل ليس في الاصل برونومينال، يعني مثلا لو فيرب اشتي، اشتي ليس في الاصل برونومينال، ولكن عندما ياتي في حاله فعل برونومينال في هذه الحاله اقوم بتحليل سو. اذا كانت سو ضمير يعود على ان كومبليمون دوبجي ديريكت فاني اقوم بالربط. اذا كان سو يمثل ان كومبليمون دوبجي انديريكت فلا اقوم بالربط. فلو فيرب اشتي نفسه اقول مع نفسي، دونك مدام او لا دام اشتي ا كي، الا اشتي اون فيست، نعم الا اشتي اون فيست ا كي، لا ريبونس الا اشتي اون فيست ا ايل ميم، ايل سي اشتي، ايل سي اشتي، او بيان مدام فو فو زيت اشتي. اذا هنا السو يساوي ان كومبليمون دوبجي انديريكت، فلا اقوم بربط مع البارتيسيب باسي. هذا هو التحليل الذي يجب ان نقوم به عندما يكون الفعل برونومينال ولكنه ليس في الاصل برونومينال. اما اذا كان الفعل موجود في حاله برونومينال دائما، يعني لا يتغير دائما، هو كوم لو فيرب لست ادري، هناك بعض الافعال دائما برونومينال، هذه لا اقوم فيها بالتحليل، اقوم بالربط مباشره مع الفاعل. لكن عندما يكون الفعل هو في الاصل ليس برونومينال ولكن جاء في الجمله برونومينال، فهنا اقوم بتحليل سو وارى هل هي كومبليمون دوبجي ديريكت او كومبليمون دوبجي انديريكت، لكي ارى هل ساربط مع سو او لا. هذا هو كيف يجب ان افهم هذه التركيبات. فو لو فيرب سادريسي ا اون اجونس دو فواياج، لا هنا نو لو فيرب سادريسي، نو نو سوم ادريسي، لو فيرب سادريسي، لو فيرب سادريسي ياتي دائما برونومينال. نو نو سوم ادريسي ا اون اجونس دو فواياج. Voilà, adresser avec S, c'est bien, c'est juste. Nous sommes adressés avec S, c'est bien, ya Mariam. Fahimti dars wa kadhal jihan. Lakin Nourdine lam yada al S, kan yajib wat al S, lianna qultu lakum le verbe s'adresser est un verbe pronominal. Hada lam yasi fi sigat pronominal fahas, lakinahu fi l'asl pronominal. Idan naqum bil rabt lianna andi l'auxiliaire être. Nous sommes adressés. Naam. Voilà, avec S. Avec S, c'est bien. Le verbe نصل إلى الجملة العاشرة لأن هنا 20 جملة.
سنرى الجملة العاشرة والعشر جمل الأخرى أتركها لكم كواجب تفعلونها لوحدكم. Il veut s'efforcer d'être aimable. Il se sent forcé d'être aimable. Il se sent forcé d'être aimable. Oui, c'est juste. C'est juste, ya Mariam ou ya Jihan. Il se sent forcé avec S. C'est bien. C'est très bien. Bien. Alors, أتمنى أن تكونوا قد فهمتم يعني ولو قليلا هذا الدرس. ونلتقي إن شاء الله يوم الأحد المقبل إن شاء الله في درس جديد. الصفحات الأخرى أتمنى أن تقوموا بحلها والتمرن عليها. يمكن أن تجدوا لو كوريجي يعني في الصفحة نفسها هناك مكان مكتوب فيه كوريجي. يمكن أن تدخلوا وتضغطوا على الكوريجي لتجدوا التصحيح. وهنا إن أردتم أن ترسلوا لي ذلك يعني تلك التمارين وأقوم بتصحيحها فليس هناك مشكلة. لا شكر على الواجب يا صالح، ليس هناك إزعاج أبدا. لا يوجد ماذا يا عبد الغني؟ نعم هناك كوريجي في نهاية الصفحة، هناك في نهاية الصفحة صفحة التمارين مكتوب كلمة صغيرة هناك كوريجي، إذا ضغطت عليها ستدخل للتصحيح، ستجد تصحيح هذه الجمل. إذا je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention. بريد الإلكتروني يعني نو أرسلوها لي في لابواد دو ميساجري عندي في الفيسبوك يعني في صندوق الرسائل عندي في الفيسبوك وسأتوصل بها إن شاء الله وأجيب لكم أو أصححها لكم. مرة طيب يا أحمد ما فيش مشكلة لو لا تريد أن تفعل الواجب هذا يعني ارجع أول أعمل الدروس الأولى وأحفظها وإن شاء الله تصل إلى هذا الدرس فتستطيع أن تعمل الواجبات كلها إن شاء الله. لا أشكركم كثيرا على انتباهكم وأتمنى لكم أمسية سعيدة وليلة سعيدة أيضا وإلى اللقاء يوم الأحد إن شاء الله. ويوم الأحد سنرى درس جديد على ما نسميه الكومباراتيف والجمعة المقبلة إن شاء الله سيكون آخر درس نراه في هذا الكوغ يعني في هذه الدورة للمبتدئين وسيكون على السوبرلاتيف يعني فضلنا درسين درس على الكومباراتيف ودرس على السوبرلاتيف إن شاء الله وننهي هذه الدورة بإذن الله. لو أشكركم أنا أيضا وأتمنى لكم أمسية سعيدة. Alors bonsoir à tous et au revoir.